المرض الثنائية في الحقيقة بتكون طبعا مع شخص واحد، وبنسميها دي أسهل أنواع المقابلات. أنت لما بتكون بتتعامل مع واحد بس، يعني بعد دقيقة كده من التواصل معاه بتعرف أخباره إيه، بتعرف إيه مدخله، بتحاول ترضيه إزاي بالظبط كده. بيبقى الفيس تو فيس او مواجهه ما بينك انت تاني. هي ممكن ما تكونش هي اخر انترفيو، لا ممكن تكون دي واحده من عده انترفيو، خصوصا لو المؤسسه او الشركه اللي انت مقدم لها شركه كبيره. فدي بتبقى نوع من عملية تقليل أعداد المتقدمين، وبحاجة جدا يترك انطباع إيجابي، نترك انطباع إيجابي لدى الشخص ده، لأن غالبا الشخص طالما الشركة فوضته إن هو يقابل الناس الجداد اللي جايين للشركة، فغالبا يكون شخصية مؤثرة داخل الشركة. في الشركات الصغيرة غالبا ده بيكون صاحب الشركة اللي هي بعد فيها من 20 ل 50 او اقل من كده، ممكن ده يكون على طول صاحب الشركة او مدير الشركة. طيب النوع الثاني من المقابلات دي مقابلة بقى مع لجنة، ودي بتبقى يعني الى حد ما مزعجة. انا اذكر ان يعني من فترة كان انترفيو من كان عدد الاعضاء اللجنة كانوا 13، ما اعرفش اشمعنى يعني رقم 13، لكن انا خدت مجهود لكن عارفهم يعني كان. لكن دي بتبقى مشكلتها في ايه بقى؟ اولا دي بتبقى غالبا اخر مقابلة، وبعدها بيبقى يا اهلا بيك معانا في الشركة، يا شكرا جزيلا، وبيبقى الرد النهائي بعدها غالبا. طيب بتحتاج بقى لباقة جدا منك، اولا لان انت بتقابل 5 6، يعني غالبا العدد يعني بيتراوح من 3 الى 5 افراد، يعني ما بيقلش عن 3 غالبا، وما بيزيدش عن 5 او 6، الا اذا كانت بقى اللجنه دي رايحه بلد دوله تانيه للجنه، وبياخدوا بعض كلهم يعني، وبيعملوا انترفيو جماعه يعني. طيب انت في الحاله دي بقى بتبص للاعضاء بذكاء شديد، طبعا واحد بس اللي بيسالك الاول، وبعدين سؤال من شخص تاني، ثم سؤال من شخص تالت. مشكلة الفهم بيكون من اقسام مختلفة في الشركة، وما بيعرفوش بعض قوي، او بيبقى اجتماعهم ده يعني ما بيتمش كتير، فكل واحد عاوز يستعرض قدام الاخرين قدراته الشخصية ان هو يعني هيفرم اللي جاي في اللجنة ده. لكن ما تخليش الموضوع ده يعني يسيطر، انت حاول تعرف مين الاكثر ثقلا فيهم، مش اتخن واحد يعني، ولكن الشخص كده اللي تلاقيه غالبا يعني دي هتحتاج مجهود بقى يعني كياسه او فطنه من المتقدم، ان يعرف مين القرار في ايد مين بالظبط دلوقتي. في الحالة دي بحاول اركز عليه، بحاول اخلي اجاباتي معاه اكتر، بحاول اديله اكتر من اهتمامي، وبيكون يعني هو اللي بيدير الدفة زي ما بيقولوا داخل الاجتماع. طيب المقابلة دي او النوعية دي من السنة الاخيرة، و مرة تانية بنركز على نقطة ان انترفيو بداية عمل جديد، ولكنها ليست نهاية العالم،
وبالتالي فانت لو دخلت في مكان ولقيت في المكان ده 10 افراد هيقابلوك، مفيش اي مشكلة في هذا العدد. انت بتحاول بقى كده ايه زي ما بتكون بتلعب تنس مع 2 كده تلاقيه بيه 3، يبقى انت لازم تصد على ده وتصد على ده وتصد على ده، و شخصيتك يعني زي ما نقول بقى قوية واثق من نفسك. ممكن بقى في كلمات لذيذة كده بتتقال اثناء الحديث، ان انت زي ما هنشوف المقابلات او المحادثات تقول مهم جدا، حتى لو كان يعني بسألك سؤال عادي، ده سؤال مهم جدا فعلا لان الموقف ده حصل معايا وحصل كذا كذا كذا. سؤال تاني مش عارف، والله انا بشكرك ان انت سألت السؤال ده فعلا، لان النقطة دي من النقط اللي انا بحاول اركز عليها في شغلي، وتبدأ تخلي ده نقطة او مسار الحديث. يعني انت بتحاول نقول يعني كن جذابا ولا تكن كذابا. خليكم فاكرين الحكاية دي، يعني كن جذابا بالجيم يعني او بالجيم وليس اوكي، بحيث ان انت ولا ومش تكون ابدا بالكاف بحق ان انت تكون كذاب، يعني لان ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، فلا ابدا ما هيش دي، لكن ده اللي احنا بنقول عليه الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاجتماعي وليس الكذب على الاطلاق. ننتقل للانترفيو بالتليفون، ولو يعني اسمع منكم كده، هل حد متوقع ان ممكن يجي له انترفيو بتليفون؟ اسمع منكم 1 او 2، 1 موافق او متوقع، 2 مش متوقع. اوكي مظبوط كده، يعني بالنسبه للزملاء اللي قالوا فعلا حصلت معاهم، بتحصل كتير، يعني مش هنقول كتير بمعنى معظم بيحصل، لا يعني بتحصل بنسبه معقوله، يعني ممكن بيعتمد عليها مثلا 5 او 10 او 20%، مفيش احصائيه بتقول كام، لكن في نسبه كبيرة من الشركات بتقوم بالانترفيو بالتليفون. السبب في كده زي ما انا بقول هنا هو ان هو عدد تقليل اعداد المتقدمين، لان فعلا ممكن يجي ممكن يجي لنا عدد كبير من المتقدمين، وانا شايف في الانترفيو شايف في السي في ان في مثلا 100 واحد هم في الشورت ليست وكلهم كويسين، انا جاي لي 1000 سي في، ففي منها 100 كويسين فعلا. طيب يبقى لازم مش هخلي لجنه المقابلات او الناس بتوع الاتش ار هيقابلوا ال 100، لا انا عاوز اخلي ال 100 دول على الاقل مثلا 40 ولا 50 ولا حاجه. السبب الثاني زي ما بعض الزملاء بيقولوا علشان التليفون، علشان بتعمل عملية. النقطة اللي أنا عاوز أركز عليها إن المقابلة دي ممكن جدا ما تكونش صريحة. يعني إيه ما تكونش صريحة؟ المقابلة هتجي لك كده، إذا فلانة فيكم كنت أنتوا قدمتوا لنا في وظيفة كذا. مظبوط؟ طيب في مجموعة من البيانات كنا عاوزين نستكملها معاك، 1 2 3، وتبدأ اللي بتتصل بيك او اللي بيتصل بيك يسألك مجموعة من الاسئلة قد تبدو عادية جدا، وممكن السؤال يتكرر مرتين. تمام،
وممكن يبقى فيه نوع من نقول ايه الحديث الودي والنكت اثناء المكالمة عشان نشوف رد فعلك عامل ازاي. طيب ان شاء الله وقد لا يتصلوا تاني او قد يتصلوا تاني اذا كنت انت اديت كويس في الفون كول اللي هم عملوها دي. طيب هنا بقى هستعد لنوعية دي من المقابلات ازاي. ممكن جدا انا هدفي ايه، انا هدفي انه المقابلة دي اوصل منها على موعد المقابلة الحقيقية، موعد المقابلة اللي هي الانترفيو التقليدية سواء كانت ثنائية او مع لجنة. يبقى انا في الحالة دي ده هدفي من مكالمة التليفون. ما ادخلش في تفاصيل كتيرة، انا بجاوب يعني باختصار غير مخل زي ما بيقولوا. ممكن بقى علشان اجهز نفسي لو انا مش مستعد، افرض المكالمة دي جات لي وانا ماشي في الشارع، جات لي وانا بعيد عن البيت. طيب انا متشكر جدا على اتصالكم، ده ردك، شكرا على اتصالكم، استاذنكم ممكن اكلمكم امتى، انا اكون بس في مكان اقدر ارد على اسئلتكم فيه. تمام. ممكن هو بكل بساطة الشخص اللي طلبك هيقول لك اوكي انت ممكن تكلمنا مثلا بكرة الساعة كذا او يوم كذا الساعة كذا. ساعتها بقى هتركز او تكون مجهز شغلك قدامك، مجهز السي في بتاعك اللي انت بعتها، وتبدأ قبل ما تكلمهم انت معاك ورقة وقلم ومحضر نفسك كويس قوي للمقابلة اللي هي عبر التليفون دي. طيب هم مش شايفينك، الحاجة الوحيدة المعبرة عنك هي ايه؟ صوتك. وبالتالي زي ما بيقولوا بقى ايه، خلي صوتك واصل، بمعنى ان خلي صوتك مفهوش اهتزازات، مفهوش يعني تأخير، خلي صوت كويس، ما يبقى زي الصوت بتاعنا النهارده في بداية الشغل. اوكي، صوتك طبيعي جدا. مرة تانية انت يعني مبسوط ان هم اتصلوا وفي نفس الوقت واثق من نفسك، وبالتالي فصوتك هو هيكون الغلاف بتاعك لان هم لسه لغاية الان ما شافوش. طيب مع شركات اخرى ممكن بقى يحصل نوعية تانية من المقابلات اللي بعض الزملاء قالوا عليها في الحقيقة، اللي هي المقابلات عبر الكمبيوتر او عبر النت او عبر الحاسب، ودي بنستخدم فيها سكايب، بنستخدم فيها مسنجر. الوقت يمكن سكايب اكتر حاجة بيستخدمها فيه. ممكن يتعامل معاك بالشات، كل الكلام اللي احنا قلناه عن التليفون، ولكن هنا هتضاف حاجة جديدة اللي هي موضوع ممكن يطلب منك انه تفتح الكاميرا، وفي منتهى البساطة بيطلب من فضلك ممكن تشغل الكاميرا، ما ترفضش ولكن قول له اوكي ده ممكن يكون مناسب معايا يوم كذا الساعة كذا، وساعتها هتكون انت يعني رسمي بقى كده ومستعد قدام الكمبيوتر بمظهر جيد. وقبل ما تكون قاعد هترد عليهم هم هتكون فاتح السي في بتاعك على الجهاز قدامك، في شوف ورقه النقط اللي انت عاوز تركز عليها والاسئله اللي انت عاوزه يسالها واللي انت عاوز برضه تسالها له انت لو حبيت. يعني ايه عاوزه يسالها؟ يعني ممكن المكالمه تقرب تنتهي وما سالش اسئله معينه. اوكي طيب انا شكرا جزيلا ان انتوا اتصلتوا بيا، وفي الحقيقه يمكن ده كان انا كنت فاكر كمان اكلمكم على كذا وكذا، لكن عشان وقت التليفون انا مش عاوز اخد من وقتكم كتير، مش عاوز اخد من وقتكم على الحاسب كتير، لكن النقطه دي في الحقيقه انا حبيت ابرزها. يعني مثال شركه مثلا شغاله في مجال معين
وانت اشتغلت في نفس المجال مرة كده، مثلا مدير مالي هيشتغل في مستشفى، واحد اشتغل في الاستثمار العقاري مع ان هو كان مش عارف ادارة اعمال، يبقى بشوف رابط ما بيني وبين الشركة ده.